تعني من هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تم الحديث عنها. أعطيني عملية مذبحة لمدنيين أنت كنت حارس تشاهد أو كنت يعني تساعد في تمويه. مارس هؤلاء. مارس 97 سبعة مدنيين قتلوا رميا بالرصاص في زيرالدا في الطريق السريع على جانب الطريق مدنيين. السريع. سبعة مدنيين قتلوا في الطريق السريع في زيرالدا. طب لماذا قتلوا مدنيين هكذا؟ أنت كنت ماذا تفعل هناك؟ أنا كنت معهم. مع القتلة؟ أنا كنت معهم. هل كانوا ملثمين؟ كانوا أولا ذهبنا إلى حانة في حسن داي وسكرتم هناك حتى الثمالة. Exactly. وأنت منهم طبعا. نعم أنا أقول التاريخ يعني. نعم. وبعدين قروا قالوا يلا نمشي. أنا ما كنت على العلم اللي رايحين يدير يعني زي ما قلت من قبل مرات يتكلموا يقولوا راح نديروا مرات آخر لحظة ومشينا ونحاو كل شيء ولثموا. كانوا يتلثمون، كانت اللحاة موجودة في السيارة. نعم كانت عندهم أشياء في السيارة، دائما أجهزة في السيارات كان أشياء لحية كل شيء بناطيل قصيرة كل شيء قمصان ومرات. هذا كلام دقيق دقيق للتاريخ. هذا تقول للتاريخ طبعا من يشاهدهم يقول هؤلاء إسلاميون. هذه صارت أمام أعيني يعني مش يعني مش واحد قالها لي ولا. ثم خرجوا من السيارة، خرجوا السيارة على المدنيين وحبسوا السيارتين، خرجوا الناس أطلق الرصاص عليهم ولا سبب. هل تعرف أحد القتلى؟ لا أعرف ولا. ماذا قيل حينها حول هؤلاء؟ تذكر أنت في الإعلام في كذا؟ في الغد خرجت الصحف الوطنية أو الصحف الحكومية تقول عملية إرهابية في زيرالدا، ذهب ضحيتها سبعة مدنيين بخبر بسيط، والقتلى مجهولون، لكن أعرفهم وأعرف أسماءهم. أعطيني أسماء القتلة بالاسم. أنا أقول لك يعني بالاسم من كانوا معك في السيارة بما فيهم أنت. طبعا ستقف يوما ما أمام المحكمة. لا أنا سوف أقف أمام المحكمة إذا حكموا الناس الذين قتلوا. يعطيني أسماء القتلة لأننا مضطرين نتوقف في الفاصل. أسماء القتلة بالاسم. أولا الضابط عباس. عباس هذا الذي عباس كان معك. نعم. كان أيضا تازير المدعو زبير. وأيضا حسان. وأيضا الياس. كلهم يعني ضباط المخابرات. كلهم ضباط. وكان أيضا ضابط آخر اسمه فريد، لكن لا أعرف اسمه لأنه كان قليل يعني معايا. لكن هذا هؤلاء الخمسة. هؤلاء الخمسة كانوا. والذين قتلوا طبعا سبعة على الأقل. سبعة. لأن هؤلاء سيد كريم. نعم. يعني أنا لا أدري أتجوز أن أناديك بكلمة سيد أم لا، لأنه بعض الجزائريين سيتهمون الآن كيف تنادي قاتل بكلمة سيد. لا. أعذرني في ذلك، أنا الآن هنا أتعامل مهنيا يعني. هؤلاء الخمسة هل ما زال هنا؟ سبعة مش خمسة. لا الضحايا سبعة. أوكي. القتلة خمسة بما فيهم أنت السادس طبعا. لا. أنت لم تشارك حين هذه إطلاق الرصاص؟ لا. لماذا؟ لم يعطى لك سلاح؟ أنا عمري ما أعطي لي سلاح. هؤلاء الخمسة هل عرضوا علي السلاح ورفضت؟ أين هم الآن؟ ما زالوا في جهاز الحكم في الجزائر. في مناصبهم؟ ما زالوا في مناصبهم، وأكيد أنهم ترقعوا إلى ربما خاصة عبد القادر. لأنهم يعني فعلوا أشياء كثيرة. توجه الكاميرا أمامك. لأن هؤلاء الأعضاء الخمسة قتلة عبد القادر ومنير قتل مجرمون، حسان والياس قتل مجرمون، كانوا يتباهون بعدد القتلى الذين قاموا بقتلهم. هذه أقولها للتاريخ. سيد كريم مولاي، نتوقف فاصل قصير.